الطابع ليس فقط تابع الفرجة وتابع شراء بعض الكتب، ولكن أيضا طابع ديال المحاضرات والمداخلات اللي كتم كل ساعة، لا أقول كل يوم ولكن كل ساعة تقريبا، ثم التوقيع ديال مجموعة من الكتب القانونية والحقوقية وكذلك بعض الكتب الأدبية. لذلك فأعتقد بأنه الآن المعرض أصبحت له شهرة وأصبحت له شهرة عالمية. نتمنى أن مزيدا من التوفيق. كان بودنا أن يكون هناك أيضا رواق لجمعية المحامين بالمغرب، ولكن نعدكم إن شاء الله السنة القادمة سنكون حاضرين. إذن كان هذا اللقاء فرصة لتقديم مؤلف لي جديد تحت عنوان إدماج العقوبات السالبة للحرية بالنص القانوني والممارسة القضائية، وهو العدد الثاني من السلسلة المغربية الأبحاث والدراسات الجنائية. كانت فرصة لاستماع العديد من السادة الأساتذة المتخصصين في الميدان الجنائي حول إعطاء قراءة لهذا العمل. من طبيعة الحال ليتناول الدرس والتحليل أحد الإشكالات في المادة الجنائية، وهو المشكل ديال كيفية تدبير إدماج العقوبات السالبة للحرية كحق للمحكوم عليه، يعني يخول له القانون في حالة توفر ديال الشروط ديالو. وكيف ما قلت في خلال تقديم ديال هذا الكتاب أن هذا الموضوع فيه تضارب على مستوى الممارسة القضائية نتيجة ضعف التأطير القانوني ديالو، وأيضا اختلاف توجهات على مستوى المحاكم. فكانت الغاية من الكتاب هي تجميع هذه المقتضيات القانونية والتناول ديالها بالدرس والتحليل، وأيضا انفتاح العمل القضائي ديال محكمة النقد باعتباره موجه الممارسة القضائية في البلاد ديالنا من خلال قراءة أهم القرارات الصادرة في الموضوع بهدف توحيد الممارسة، وأيضا تنزيل الأمثل ديال هذه المؤسسة القانونية اللي عندها أهمية ديالها في التخفيف من اكتضاد المؤسسات السجنية، وأيضا كما قلت عندها أهمية على مستوى تمتيع النزلاء بأحد الحقوق ديالهم الأساسية التي يخول لهم القانون، وهي الآلية ديال الإدماج ديال العقوبات السالبة للحرية اللي مقصود منها أنه في حالة تعدد الجرائم ولا يكون هناك حكم فاصل بينها، فإن المحكوم عليه يستفيد من تنفيذ فقط العقوبة الأشد بدلا من تنفيذ باقي العقوبات، اللي هي كيف ما قلت احد المؤسسات القانونيه اللي جات بها السياسه الجنائيه في اطار واحد النوع ديال التسامح، واحد النوع ديال اعاده الادماج، واحد الفلسفه جنائيه انسانيه يعني تروم واحد يعني التعامل الانساني مع الاشخاص المحكوم عليهم.